السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة درعا تيفي، معكم سيام. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. بغيت نصاوب واحد البسطيلة هكا الغدا، وقلت نشارك معكم شنو غادي ندير فيها. هي بسطيلة بصدر ديال لدند او الدجاج، او لا اللي عنده دجاج يدير نص دجاجة او دجاجة يطيبها عادي بالعطرية اللي غادي ندير انايا، ويفرتها يحيد منها ديك العضومة. انا عندي صدر ديال الدجاج هو اللي غادي نستعمل، وان شاء الله نوريكم. انا حتى شرملت الصدر هذا، عاد فكرت باش نديرو فيديو، ولكن واخا هكاك داكشي كله المقا داك العطريه وداكشي اللي غادي نستعمل فيه غادي نعاودهم ان شاء الله، باش غنشرمل الشامبينيون نوار والشامبينيون بلون وهذا والزيتون وكاع الحاجات اللي غادي ندير فيه. هو غنديرها في الدجاج، ولكن البنات غادي تكون فيها مذاق السمك، يعني غتكون بحال خدعة، غتكون ديال بالمذاق ديال الحوت ان شاء الله. ودرت واحد شويه ديال الكروفيت، هذه واحد شويه ديال الكروفيت عرفتوه غالي، درت غير واحد شويه. وها نتوما معايا ان شاء الله غنوريكم المقادير كاملين. اول حاجه البنات غادي نوريكم، حيت هذا شملتو الصدر ديال الدجاج من زعما ماشي دابا، غادي شي ساعة ولا ساعة ونص. كما كتشوفوا البنات هو هذا، هانتوما صدر ديال الدجاج عندي هنايا، عندي فيه معلقة ديال العطرية ديال الحوت، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال سكنجبير، شوية ديال البزار، شوية ديال الكمون، شوية ديال هذاك قزبر يابس، شويه ديال الملحه، وصافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي درت هنايا. دابا غادي نزيد عليه واحد كاس زعماك حامضه معصره عصير الحامض، وغادي نزيد عليه واحد البصله وربيطه ديال القزبر والمعدنوس. هادو هما المقادير، هادو هما الحاجات اللي زدت ليها البنات. البصله ضربتها على 4 متوسطه اولا كاع صغيره، حيت انا عندي صدر هنايا، قبطه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبر، المعدنوس اكثر من القزبر، وكاس ديال الماء ما غنقلي ما والو البنات. وغادي نزيد هذا الماء، درتو كثير شويه، درت كاس كبير حيت غنحتاج هذا المرق ديال ملي غادي نصفي ناخذ هذا السميتو ديالي، هذا الصدر ديال الدجاج ديالي غادي نحتاج هذاك الماء، غادي نحيد منه البصله والمعدنوس، وغادي ندير فيه لو سميتو الفيرميسيل. وعندي البنات شويه ديال الزيت الروميه، وغادي نسد الكوكوت ديالي باش دغيا غادي يطيب ليا ان شاء الله، ونوريكم باقي المكونات اللي غادي ندير معاه. ها نتوما البنات شنو غادي نحتاج في هذا السميتو الاخر، التتمه ديال الحشوه ديال هذه البسطيله ديالنا. غادي نحتاج عندي هنايا شامبينيون بلون، عندي هنايا كما قلت لكم شويه ديال الكروفيت حيت لي القشره ديالو، وعندي هنايا شامبينيون نوار راني غسلتو مزيان مزيان، غسلتو مع رقدتو غير في الماء بارد باش ما يحيدش منو الفوائد ديالو، وفاش نفخ غسلتو 5 ديال المرات، وانا كنغسل فيه بحال هكا باش كيتحيد منو التراب والحجر داكشي كيكون في البحر، وصفيتو مزيان واستقطرتو مزيان وصافي. باقي ليا غير نقطعو ان شاء الله. عندي هنايا شويه ديال الزيتون الخضر مازال غادي نشحرو في ديك الشرموله ديالو ديال الحوت، وغادي وشويه ديال الزبده ولا الزيت، وغادي ان شاء الله نقطعو. مازال عندي هنايا قزبر ومعدنوس، المعدنوس بزاف مقطع مزيان، غادي نستعمل في العطريه، غادي ندير العطريه وانتوما معايا غندير بودره ديال الثومه. سمحوا لي ما ذكرتهاش في الاول، حتى هي استعملتها ضروري اولا جوج فصوص ديال الثومه ولا ثلاثه. صافي هادشي اللي كاين، والفيرميسيل انا غنجيبو دابا. هانتوما البنات عندي هنايا هذه الشعريه الصينيه اولا الفيرميسيل، عندي انا ديال الروز، نتوما استعملوا اللي عندكم في اللي متوفر عندكم. وعندي واحد جوج دروسه ديال الثومه، حيت درت بودره الثوم في هذاك الدجاج
ما بغيتش نديرها عاوتاني في هذا، قلت ندير الثومه ديال زعما خضراء. عندي هنايا العطريه ديال البسطيله ديال الحوت ولا العطريه ديال الحوت اللي متوفر عندكم، المهم تكون ديال الحوت حيت انا الغرض ديالي هو تكون عندي بسطيله بمذاق الحوت. وعندي شويه ديال التحميره، وعندي الملحه، عندي هنايا الصلصه ديال السمك هانتوما غادي ناخذ منها واحد المعلقه كبيره نيت، وعندي هنايا صلصه الصوجا غادي ناخذ منها حتى هي معلقه وصافي. انا دابا غادي نقطع الشامبينيون ديالي، وغادي نقطع الزيتون، وعندي هنايا البنات نسيت ما قلت لكم فرماج احمر، واحد 10 درهم ديال الفرماج احمر وصافي. وغادي ندير كلشي في المقله، غادي نشحر اول حاجه في الزبده والزيت هاد الكروفيت هذا ونحيدو، عاد من بعد غادي في ديك الزويته والزبده غادي نزيد واحد البصيله محكوكه اولا مفرومه في هذا الروبو هذا، انا كنستعمل هذا الروبو البنات، غادي نديرها باش تجيني مطحونه زعما محكوكه مزيان وصافي. ونديرها في المقله ملي نحيد الكروفيت، ونزيد عليها شامبينيون والشامبينيون نوار بلون عفوا والزيتون والعطريه كلها وقزبور ومعدنوس، ونعاود نزيد هذا سميتو هذا الكروفيت، ونزيد هذاك الدر ديال الدجاج ملي نحيدو من هذيك المريقه اللي غندير فيها الفيغميسيل باش يعطيني حتى المذاق الفيغميسيل، ما تكونش هكاك غير مسلوقه في الماء، غتكون من السماء بهذيك العطريه اللي درت في الدجاج. وهانتوما معايا في جميع المراحل ان شاء الله. هنا البنات في هذه المقله هذه درت فيها واحد طريف ديال الزبده العاديه ديال الماكله وشويه ديال الزيت. اول حاجه غادي نشحرها هي الكروفيت ديالي مع شويه ديال الملحه وغنحيدو، عاد غنشحر المكونات وحده بوحده ونزيد العطريه ونزيد ربيع، ومن بعد نزيد عليهم الكروفيت ونخلط كلشي. المهم هانتوما معايا تتشوفوا شنو غندير في كلشي. درت هاد الزبده حيت كتعطي واحد البنه زوينه، بسم الله. غير تشحروا ليا شويه، راكم عارفين الكروفيت ما كيشدش الطياب، ماشي شي حوت اللي سميتو دغيا دغيا، ندير ليا شويه وصافي غادي نحيدو ان شاء الله. دابا البنات حيدت هذاك الكروفيت، غادي نزيد في هذا الزيت والزبده واحد البصيله صغيره مكوكه، وهذوك جوج دروس ديال الثومه، وتشحروا ليا مزيان. دابا غادي نحطو البوطه، البصيله راه جات البوطه باش ما يطلقش ليا الكروفيت الماء، الا نقصتو عليه البوطه وما قابلتوش ما غيطلق ليكم الماء وما غاديش. غادي نشحر هاد البصيله هادي، وغادي نزيد هي والثومه تشحروا ليا مزيان. دابا البنات غنزيد العطريه، معلقه صغيره ديال التحميره، واخا كنعمر بهادي يعني ميزاني، شويه ديال الملحه حيت عندنا صلصه بجوج حاري ملحي، معلقه كبيره ديال صلصه السمك، كزبرة ومعدنوس، الى عندكم الكمون البنات زيدوه، وهذيك العطريه ديال البسطيله ديال الحوت نقصتها شويه، نسيت واش حطيت كميه كثيره في هذيك الكليفه. ودابا غادي نزيد صلصة الصوجة، عندي هنايا سميتو هداك الشامبينيون الأسود قطعتو، دابا مقطعتش قطعتو في نفس الوقت مقطعتوش بزاف بحال هكا باش يبان ليا
بالصيلة، وغنزيد نسيت ما زدت معلقة ديال هذه صلصة الصوجة، ولكن ماشي ديك المركزة، اللي عندو اللي مركزة بزاف يدير غير معلقة وحدة. وغادي ندير شامبينيون لاخر الابيض، نشحرهم واحد شويه عاد باش نزيد فوق منهم هذاك الكروفيت اللي شحرت قبيله والدجاج. نخليهم يتشحروا واحد شويه، شربوا لي هذيك لاصوص اللي عندو قلت لكم الكمون كما قلت لكم يديروا، انا تسالى ليا بقى لي غير داك شويه اللي درت في الدجاج. صافي نزيد الزيتون على البنات، معنات ما اللي كنقول البنات هذه النهار هذا. المهم غنزيد الزيتون، كتجي بنينه وخصوصا مع داك كاين اللي كيدير مكعب ديال اولا الضويمه ديال الحوت، انا ما كنديرهاش، كنكتفي غير بديك الصلصه ديال الحوت، اللي ما عندوش يمكن ليه يستعملها. غادي نزيد الكروفيت ديالي، وغادي نزيد الدجاج، الدجاج ديالي بحال هكا البنات هانتوما، بقى هكا بدوك القطاعات اللي خطرتو من الاول، صفيتو مزيان، وهداك الما ديالو هو اللي درت فيه الفيغميسيل اولا الشعية الصينية البنات. المهم غادي باش كتاخد حتى هي ديك البنة ديال الحوت، من بعد راه كدوقو غير الحشوة تجي كتر من الحشوة تجي كتر من هذيك الفيغميسيل زعما، باش ما باش ملي بنادم يبدا ياكل ما يحسش براسو راه كياكل غير الشعرية الصينية اولا الفيغميسيل. كيتشحروا هاد المكونات كلهم باش داك المذاق يتجانس مع بعضياتو. بعد ما تشحرات لينا الحشوه ديالنا مزيان البنات كاع المكونات، غنزيد عليهم هذاك الفيرميسيل، درتو هنايا باش يهز ليا داكشي اللي بقى ديال اللي كان في الحشوه. دوك جوج مع اللي ديال الرز الباكيه اللي شريت انا فيها 12 حبه، دوك جوج الباليطات كفاوني في هاد الحشوه هادي. غادي نخلط هادشي كله مزيان، اللي بغى يدير حتى شويه د الهريسه البنات يديرو شي مشكل. غادي نخلط كاع المكونات مزيان باش كلشي يكون ما يكونش بلاصه فيها مثلا الحوت بلاصه فيها الشعريه ولا الفيرميسي، يكون كلشي متساوي. حركته بالبانيو باش ما يتهرسش ليا داك الشيء اللي كيفاش كتجي الحشوه غالبه على الفيرميسي. صافي غنجيب الورقه ديالي ونخدم البسطيله ديالي ان شاء الله. نسيت البنات ما قلت لكم غادي نحك شويه ديال الفرماج في الحشوه وسط منها كامل، ونخلي شويه نديرو ملي ندير الحشوه. كتعطي واحد هذا الفرماج كيعطي واحد التعليكه زوينه وحتى المذاق.
باش غادي نلمط هاد البسطيله ديالنا. غادي عندي هنايا الزيت، عندي الزيت، وغادي نزيد فيها شويه ديال التحميره غير باش تعطيني اللون وصافي. وغنزيد فيها شويه ديال صلصه ديال السمك. كتجي بحال هكا. كنتمنى كاع ما تقطع لي هاد الورقة مع جبتها من سميتو ماشي ديال البخار، ديال البخار. البلاصة الحرشة هي هادي، غادي نديرها هي اللي الوسط. هنا درت ربعة ديال الورقة تاع البنات، وغادي ندير هادي في الوسط. هاد الورقة تبارك الله كبيرة بزاف، ولكن ماشي مشكل، كلهم دهنتهم. والبلاصة الحرشة كما قلت لكم هي اللي كتدخل لداخل، والملسة هي اللي كتكون على برا. هادو درتهم ربعة، كندير نص على الداخل ديال الصينية ونص على برا، وهادي كنديرها في الوسط باش تجيني لتحت كقاعدة البسطيلة. الحمد لله بدا مزيانة، واخا مع مولفة كنشري ديال العافية، وهاد المرة خديت غير عند هادا تيديرها في بالبخار. ساعة صدقات الحمد لله مزيانة، تندهنها مزيان بهاديك الزويتة ديال الما. وغادي ندير الحشوة. نسيت ما حركت فاش درت الفرماج. بسم الله، غادي ندير نص الحشوة. كنبعد من الصينية حيت هادو الجنيبات ديال الورقة مدهونة وغادي توسخني. ملبسش الطابلية. وغادي ندهن داك الفرماج اللي بقى ليا البنات، غادي ندهنو فوق من هاديك الحشوة، كيعطي واحد المذاق زوين. غادي نزيد داكشي اللي بقى ليا. ريحتها يا البنات راه ما تقولوش فيها، زعما ما فيهاش الحوت. كنعطيها واحد لافورم تكون مقاده باش تجيني سهله فاش نبقى معاها. بسم الله، كما قلت لكم الورقه تبارك الله كبيره، ماشي مشكل. المهم غادي نتوما كتلمطوا كتجمعوا زعما هذيك الورقه، وفي نفس الوقت البنات كتدهنوا، كيعطينا واحد اللون زوين.
بعد ما جمعت كلشي هذوك الوريقه تاع البنات بحال هكا وركت عليها شويه بحال هكا باش تعطيني نفس النيفو. وزيت هاد الوريقه هذه دهنتها مزيان. بالنسبه للزيت البنات كتبان لكم كثيره ما تخافوش منها، راه غتشربها ان شاء الله في الفران صافي. باش نعطيها واحد الوجه يكون زوين غادي نلمطها بهذه تجي بحال هكا. كتجي بحال هكا ان شاء الله. نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش غادي نزوقها، وغير التزيين زعما في الاخر ديال فاش طيب ان شاء الله. كتجي بنينه، كنتمنى تجربوها. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا البنات، كتجي بحال هكا. هذاك الشيء اللي كتشوفوه من الفوق راه غير البسطيله قطعتها مش هكا بحال هكاك ودرتها من الفوق وزوقتها بشويه د الحامض وشويه د الخس، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كان هذا هو لا فيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.